أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من يمن مونيتور: الحوثيون يطالبون بمساعدات طبية لجرحاهم بدلا عن لقاحات الأطفال. من الموقع بوست: أمريكيون يعملون على إعادة تقديم البن اليمني للعالم. ومن البي بي سي: تتساءل أين يذهب الحكام بعد الإطاحة بهم. وأخيرا من القدس العربي: حفل زفاف يتحدى ترامب على الحدود الأمريكية المكسيكية. أهلا بكم. تعيش ميليشيا الحوثي في عداء مستمر مع كل البرامج الصحية، وتتخذ من الأمراض نصيرا لأجندتها في إقناع العالم بمظلومياتها. وفي عنوان لموقع إخباري: فرق تحصين شلل الأطفال تتهم الحوثيين بمنع وصولهم إلى المنازل في صنعاء. قال الموقع: رفضت جماعة الحوثي السماح لفرق التحصين في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2017 الأخيرة من دخول المربعات الأمنية التي تسيطر عليها الجماعة، وحالت دون وصول فرق التحصين إلى منازل المواطنين القاطنين في أمانة العاصمة. ونقل مراسل يمن مونيتور شكاوى صحيين في ندوة ناقشت مناصرة برنامج التحصين برعاية وزارة الصحة العامة والسكان بصنعاء، حضرها ممثل اليونيسف في اليمن شيرين فاركي. وأفاد المشاركون الصحيون خلال الندوة أن المربعات الأمنية منعت دخول فرق التحصين إلى منازل المواطنين بأمانة العاصمة جراء الشائعات التي تشكك بالتحصين، وقد باءت محاولات الصحيين بالفشل لرفض عناصر الحماية الأمنية للمربعات من دخول فرق التحصين إلى منازل المواطنين في الأمانة. يضيف الموقع أن الحوثيين طالبوا بمساعدات طبية دولية خاصة بعلاجات جرحى الحروب بدلا عن اللقاحات التحصينية الخاصة بأطفال اليمن. في تقرير لموقع الموقع بوست يعنون بما يتعلق بواحد من أهم المحاصيل الزراعية اليمنية: أمريكيون يعملون على إعادة تقديم البن اليمني للعالم. وكانت قناة سي بي سي الأمريكية بثت تقريرا عن البن اليمني في شاشتها ونشرته في موقعها على الإنترنت، واستعرضته من مزايا عديدة تظهر جودة هذا المنتج في اليمن ومذاقه الخاص. ونقلت القناة تصريحات لخبراء أمريكيين قالوا بأن القهوة التي تم إعدادها من البن اليمني الذي جاء من أرض بعيدة جيدة إلى آخر قطرة، وتستحق سعرا جيدا يليق بها، وتم التدقيق على الحبوب المحمصة في مكان متخصص يقع بكاليفورنيا، وتبين أن لديها حالة استواء جيدة ونضج رائع. وعلقت: بلاكستون لم يذكر التقرير صفتها عندما تذوقت قهوة البن اليمني بالقول: هذا هو العلاج، وهذه هي العاطفة، وهذا هو التاريخ، وهذه هي الدراما، هذه أفضل قهوة في العالم. وتقول القناة التي ترجم ما نشرته الموقع بوست إلى العربية إن البن يأتي من اليمن التي تعيش حربا طاحنة، مما يجعل القهوة اليمنية بعيدة المنال عن الكثير من الناس لعدة عقود، حتى قرر شاب يمني يدعى مختار الخنشلي الذهاب إلى اليمن والحصول على كميات من البن اليمني الأصيل. عدن اليوم أم ثكلى تبكي أبناءها ضحايا إرهاب الواقع، ودماؤهم تسفك على أرصفة الشوارع، تبكي بختها ولياليها الجميلة المشبعة بالحب والتسامح والإخاء، قهرها على تعايش أطيافها وأعراقها وألوانها الزاهية، ما يسر زوارها والمقيمين بها. هكذا بدأ أحمد ناصر حميدان مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور، مضيفا في أجزاء من المقال: تبكي على فخر أبنائها عندما كانت حلما للآخرين، وكان ثغرها باسما تحكم المضيقة وتصل الشرق بالغرب. تبكي من جور الزمان الذي جعل عصبة من شرار خلق تعيث فسادا وإرهابا في جنباتها. تبكي جراء تحويلها من مدينة وادعة وبسيطة إلى واحة للشر والإرهاب، من إهمال المعنيين لشكواها وحزنها، ولا زالت تذرف دمعا على ضحاياها والرعب الذي أصابها والخوف المنتشر فيها.
تصحو عدن على دوي انفجار يتلو انفجارا وعبوات ناسفة وسيارات مفخخة ليقتل فيها مسلمون آمنون مسالمون مدنيون مهددون برصاص إرهابي طائش أو حاقد أو مريض قرر أن يفجر نفسه حالما ببنات الحور أو مقاول للموت بالدفع المسبق للخصومة السياسية. مدينة قاومت بشراسة وانتصرت ببسالة أبنائها في معظمهم اليوم جنودا وعسكرا في تشكيلات متعددة الأجندات والولاء. شوارعها أطقم عسكرية من كل شكل ولون تسرح وتمرح في استعراض قوة ضاربة في الطريق لإرهاب المارة. وكم من ضحايا هذا الطيش؟ لعدن سياج أمني متين من النقاط العسكرية ضعفها في أولوياتها، الفرز بالهوية، ثغرات استغلها الخارجون عن القانون بهويتهم يسرحون ويمرحون، وليس ببعيد أن تكون سياراتهم المفخخة تستقبل بتحية عسكرية في النقطة الأمنية بجواز مرور الهوية. وتلك مصائب قوم سكنت في عقولها ديدان الماضي. في موقع سبتمبر نت عنوان بارز من مدينة عمران: اشتباكات مسلحة بين قبائل وحوثيين اختطفوا طفلة. قال الموقع: اندلعت اشتباكات مسلحة الأحد بين قبيلة ذو فارع إحدى قبائل العصيمات بمديرية حوث وبين الميليشيا الانقلابية في مديرية حوث بمحافظة عمران، وجاءت هذه الاشتباكات على خلفية قيام أحد عناصر الميليشيا باختطاف طفلة من قبيلة ذو فارع واقتيادها إلى جهة مجهولة. وأكد مركز المستقبل بعمران، مركز حقوقي وإعلامي، أن الميليشيا أرسلت تعزيزات مكونة من 12 طقما مسلحا إلى القبيلة بعد أن تداعى أبناء وقبائل مديريات حوث للوقوف أمام هذه الحادثة الإجرامية التي ارتكبتها الميليشيا الانقلابية. يتابع الموقع: حذر الأهالي الميليشيا الانقلابية من عواقب هذه الجريمة وحملوهم مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور من نتائج. وإلى موقع عدن الغد، والذي ذكر واحدة من الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في مجال الإعلام وعنوان: نقابة الصحفيين تدين حملات التحريض والتهديد للصحفية وئام الصوفي. قال الموقع إن نقابة الصحفيين تلقت بلاغا من الصحفية وئام الصوفي مراسلة صحيفة 26 سبتمبر والموقع بوست تفيد فيه تعرضها خلال الفترة الماضية لحملات تحريض وتهديد بإلحاق الضرر بها وزوجها وابنها على خلفية نشاطها الصحفي. وحسب بلاغ الزميلة فإن الحملة التي لم تتوقف منذ سنة توجت عبر قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الزميلة تقوم بأعمال استخباراتية ما يعرضها وأسرتها للخطر. نقابة الصحفيين تدين هذه الواقعة الخطيرة وتحمل جماعة الحوثي مسؤولية ما قد تتعرض له الزميلة وأسرتها من خطر. يكفي أن يفتح وزراء الخارجية العرب خريطة العالم الذي ينتمون إليه ليتأكدوا أن اجتماعهم الطارئ في القاهرة كان مبررا وضروريا. هكذا بدأ غسان شربل مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا: الحديث عن التدخلات الإيرانية ليس تهمة عابرة تفتقر إلى الأدلة والإصرار على مناقشتها لا يدخل أبدا في باب التحرش أو التصعيد. إنه محاولة لبرولة إرادة عربية موحدة حيال التعامل مع واقع يومي ضاغط يعيشه العرب في مجموعة دول وخرائط، ولا يقتصر الأمر على الدول التي تتحرك الميليشيات المدعومة إيرانيا على أراضيها، ذلك أن مفاعيل مسلسل التدخلات تمس موازين القوى على امتداد المنطقة. اللافت في هذه التدخلات هو أن طهران لا تحاول أن تنفيها. الصاروخ الذي استهدف الرياض يحمل توقيعا صريحا، ولا يحمل الحوثيون فيه غير صفة المنصة التي استخدمت في إطلاقه، وصور الجنرال قاسم سليماني يتحرك وسط المسلحين وبين دول الهلال لا تترك مجالا للشك، وحديث جنرالات الحرس الثوري عن السيطرة على 4 عواصم عربية ليس مجرد هفوات أو مبالغات، وكلام الرئيس حسن روحاني نفسه عن المعبر الإيراني الإلزامي على مستوى المنطقة يستكمل الصورة. التدخلات الإيرانية ليست حدثا جديدا، سياسة تصدير الثورة هي بالدرجة الأولى إشهار لحق التدخل في شؤون الدول الأخرى. جديد التدخلات هو اتساع حجمها وتزايد خطورتها وعلانيتها،
تحاول إحداثه من تغيرات عميقة في المسارح التي تستهدفها، تغيرات سياسية وانقلابات في موازين القوى بين المكونات، تغييرات ديموغرافية لضمان تكريس الملامح الجديدة. التدخلات الإيرانية ليست جديدة، لكنها اتخذت بعد الدور الإيراني الصريح في اليمن منحا أكثر خطورة. الجديد في المقابل هو شعور الدول المستهدفة بأنها لم تعد قادرة على إرجاء تسمية الأشياء بأسمائها وتحويل هذه التدخلات بندا ثابتا في اللقاءات العربية والمحادثات مع القوى الدولية. العديد من العناوين وردت في الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، ومنها بندغر: لسنا بحاجة للصراع مع من يقف معنا، فاختلال جبهتنا الداخلية مساعدة للعدو. وميدانيا عنوان من لحج: قتلى وأسرى من الميليشيا في معارك استعادة جبل القرن بطور الباحة. وعنوان من حضرموت: مسلحون يغتالون أحد ضباط لجنة استقبال قوات النخبة بحضرموت. وعنوان: موظفو المؤسسة الاقتصادية يطالبون بإيقاف البسط على أراضي قطاع الملح بعدن. وعنوان من أبيان: مجندون يقطعون الخط الدولي للمطالبة بترقيمهم ضمن قوات الحزام. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية والعالمية نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ربي ما يجعلك تعرف الفقر ولا الجوع، أنا وأختي الصغيرة بلا صبوح، اشتري لنا أكل. تتوجه سميرة بهذه العبارات إلى زبائن أحد مطاعم صنعاء، وكما تقول العربي الجديد، لعلها تحصل على مساعدة مالية أو ما تيسر من طعام لتسد رمقها. ويختار المتسولون مواقع تمركزهم بعناية، فالمطاعم التي يرتادها ميسرو الحال أصبحت وجهة عدد كبير من الفقراء والذين يعمدون إلى استعطاف الزبائن لمساعدتهم. والحرب في اليمن أجبرت آلاف السكان الفقراء على مد أيديهم للناس في شوارع العاصمة صنعاء وفي المدن الرئيسية منهم أم محمد التي تحكي قصة خروجها للتسول قائلة: نزحت من حرض إلى صنعاء مع ثلاث بنات لم يتجاوز عمر أكبرهن 19 عاما، ونعيش في غرفة متواضعة في منطقة سعوان في صنعاء، لا نستطيع دفع إيجارها وتوفير متطلبات العيش، فزوجي متوفي ولا يوجد من يصرف علينا، بالتالي ليس أمامنا إلا سؤال الناس المساعدة. وتوضح أم محمد أسباب اختيارها للمطاعم كموقع للبحث عن المساعدة بالقول: إن الزبائن عندما يشاهدون الفقراء أثناء تناولهم الطعام يشعرون بالعطف عليهم ويعطونهم إما مالا أو بعضا من الطعام، ولو تسولوا في أي مكان آخر لن يحصلوا على ذلك. افتتاحية صحيفة الأوبزرفر حملت العنوان: لا مبالاة، السعودية تتسبب بالبؤس ودعم الولايات المتحدة يزيد الأمر سوءا. تقول الصحيفة في افتتاحيتها: إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عجلة من أمره، وكذلك جايريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره، وهما معا مزيج خطر. وكان كوشنر قد زار السعودية واجتمع بولي العهد حتى ساعات الفجر، وأعقب ذلك ثلاثة تطورات كبرى: حركة التطهير التي قام بها بن سلمان في أوساط الحكم ورجال الأعمال السعوديين، والانقلاب الصامت في لبنان، وفرض حصار على الموانئ اليمنية والذي يهدد بكارثة إنسانية.
ولم يوجه البيت الأبيض للأمير الشاب أي انتقادات، بل عبر ترامب عن دعمه للحملة في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتسبب العلاقة الخاصة بين كوشنر وسلمان، حيث قال مسؤولون أمريكيون انخفاض كوشنر لم يقدم لهم تقريرا عن اتصالاته، وترى الصحيفة أن كيفية إدارة الولايات المتحدة لسياستها الخارجية هي شأن خاص بها، لكن حين يتسبب ذلك في زعزعة استقرار منطقة مضطربة أصلا فإن ذلك يصبح شأن الجميع. وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن السعودية تتعرض لضغوط ليس فقط بسبب التهديد الإيراني، بل بسبب انخفاض أسعار النفط أيضا، وأن سلوك بن سلمان اللامبالي إلى جانب سلوك شريكه اللامسؤول في البيت الأبيض يتسببان في أخطار. يقترح مدير برنامج العلاقات الخارجية في آسيا والصين في المجلس الأوروبي فرانسوا غودمنت أن ترى الولايات المتحدة الأمريكية أو تريا الولايات المتحدة الأمريكية بوابات جهنم لرئيس كوريا الشمالية ليجنح للسلم، في إشارة منه إلى هجمة نووية سريعة ومحددة. ويضيف الكاتب في جزء من المقال: من شأن ضربة أمريكية مباشرة تتم على التراب الكوري الشمالي دفع كوريا الشمالية إلى الرد ضد الجارة الحليفة للولايات المتحدة في الجنوب، مما يفضي إلى قصف بالأسلحة التقليدية عبر خط العرض 38، وتستطيع قاذفات نسف التحصينات والقوة الجوية الأمريكية تدمير المدفعية الكورية الشمالية. ولكن إذا كانت هذه العملية ستستغرق وقتا طويلا جدا للحيلولة دون وقوع إصابات جماعية في كوريا الجنوبية، فإنها تستطيع حتى اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضد كوريا الشمالية. ومن شأن هذا الإجراء أن يخدم كتحذير ضد إقدام بيونغ يانغ على إطلاق صاروخ نووي محتمل. عند هذه النقطة قد يتم التوصل إلى التوقف في النهاية، لكن نظام كوريا الشمالية مضطرب وضعيف ويستطيع التعويل على النزعة الوطنية للديمومة. والمعروف عن الجيش الأمريكي أنه يفضل الصحاري على الجبال، وهناك أسباب وجيهة لعدم محاولة الاحتلال، كما أن الصين تشكل عاملا رئيسيا أيضا. لن يكون تواجد قوات أمريكية أو كوريا جنوبية في بيونغ يانغ مقبولا عند بكين كما كان الحال في العام 1950. فإذا سقط نظام كيم، وهو حادث غير محتمل بالنظر إلى أن الصراع سيعزز شرعيته على المدى القصير، فإن الصين سوف تنخرط بشكل مباشر في المرحلة التالية. وبالمثل إذا استمر النظام في الحكم في دولة متضائلة، سوف يكون لدى الصين المزيد من النفوذ عليها مقارنة مع الوقت الحالي، وسوف تعمد ثانية إلى الدفاع عن النظام من حيث المبدأ، بينما تهنئ نفسها بحقيقة أن كيم جونغ أون أصبح بلا أسنان. يقول مثل ياباني قديم أنه فقط بعد رؤية بوابات جهنم يستدير المرء ويعود، وقد تكون مساعدة كيم جونغ أون على رؤية تلك البوابات بوضوح أفضل طريقة لضمان السلام. تتساءل شبكة البي بي سي عن مصير الرؤساء الذين يغادرون السلطة، وتقول في سؤال وضع في واجهة موقعها: أين يذهب الحكام بعد الإطاحة بهم؟ وتورد مثالا لذلك: آخر رئيس تتم الإطاحة به رئيس زيمبابوي روبرت موغابي أعلن أنه متمسك بالسلطة حتى يقول الله كلمته، ولكن يبدو أنه في سن 93 سيتخلى عنها بتدخل بشري. ولا شك أن موغابي الذي ظل في الحكم 37 سنة سيبدأ في التفكير في مستقبله، هل سيحصل على فيلا تطل عليها الشمس باعتباره رجلا قويا في الماضي؟ وتواصل البي بي سي: عادة عندما يطاح بحاكم فإنه يتجه إلى المنفى طوعا أو كرها لتجنب نزاع أو حرب أهلية، وتعتبر فرنسا ذات التاريخ الاستعماري في أفريقيا مقصدا يحظى بالشعبية، فهناك رئيسان سابقان لجمهورية أفريقيا الوسطى فضلا عن أسرة رئيس رواندا السابق. كما تطرح الشبكة تساؤلا آخر: هل يسيء استضافة حاكم مطاح به للدولة المضيفة؟ والإجابة هي ليس دائما، فأغلب هؤلاء الحكام يريدون تقاعدا هادئا يتجنبون فيه سيناريو المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية.
الشرق الأوسط قالت إن إبراهيم ياكوبو وهو وزير الخارجية النيجيري أعلن أن النيجر استدعت السفير الليبي لدى نيامي لتبليغه استياء الرئيس النيجيري محمد يوسوفو من بيع مهاجرين أفارقة في ليبيا وكأنهم عبيد. وطالب الرئيس يوسوفو الذي أعرب عن سخطه من بيع المهاجرين مثل العبيد بالمزاد العلني في ليبيا إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي القادمة. وكان تقرير لشبكة CNN أظهر مهاجرين يتم بيعهم بالمزاد في ليبيا وقد تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي الذي أثار تعاطفا كبيرا واستدعى ردود فعل منددة في أفريقيا والأمم المتحدة. وفي تسجيل التقط بواسطة هاتف محمول يظهر في التقرير شابان يعرضان للبيع في المزاد للعمل في مزرعة، ليوضح بعدها الصحفي معد التقرير أن الشابين بيعا بمبلغ 1200 دينار ليبي أي 400 دولار لكل منهما. صحيفة القدس العربي تحدثت عن حفل زفاف يتحدى جدار ترامب على الحدود الأمريكية المكسيكية، حيث عقد أمريكي ومكسيكية قرانهما على الحدود بين بلديهما في حركة ذات رمزية تتعارض مع توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبناء جدار حدودي فاصل لمنع دخول اللاجئين. وقالت العروس وهي ترتدي الزي الأبيض: هذا الجدار ليس موجودا في نظر من يحبون بعضهم، الحب لا يعرف حدودا. وعقد القران قاض مكسيكي عند باب الأمل، وهو باب في السياج الشائك الذي يفصل أراضي البلدين، وقد فتحه حرس الحدود الأمريكيين ساعة واحدة خصيصا من أجل الزفاف. وقالت العروس إنها التقت زوجها براين هوستن قبل 3 سنوات في تخوانا، ولم يكن ممكنا أن تذهب هي إلى هيوستن لأنها لا تملك الوثائق المطلوبة، وهي مشكلة ستنتهي بعد عقد الزواج، كما أن الرجل لم يكن قادرا على الذهاب إلى تخوانا. الحدود تمتد على 3200 كيلومتر، وقد تعهد ترامب خلال حملته الرئاسية أن يبني جدارا بين البلدين، وهو ما أدى إلى توتر العلاقة مع مكسيكو. وفي جولتنا المصورة لهذا اليوم مجموعة من الصور التي نشرها موقع شبكة البي بي سي للقراء تحت عنوان أسطح الأبنية، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.